برضو انا يعني الفيديو ده احنا مجهزينه جاهزه الفيديو يا جماعه، نروح ننتقل على التقرير ونشوفه مع حضراتكم وارجع لنجم الاسكواش الكابتن امير وجيه. امير وجيه هو احد اساطير الاسكواش المصري، فعبر مسيرته الحافله بالانجازات والبطولات والتي شهدت العديد من التحديات، نجد أن وجيه عانق المجد واستطاع حفر اسمه بأحرف من نور في سجلات الاسكواش العالمي. أمير وجيه من مواليد 24 من أغسطس عام 1967، بدأ حياته ممارسا لرياضة كرة السلة في نادي طلعت حرب قبل أن يجد ضالته في الاسكواش، والتي بدأت في رحاب نادي التوفيقية قبل أن ينتقل لنادي الجزيرة وهو في 15 من عمره، ليحصد مع الفريق القاهري 7 بطولات للجمهورية. ثم انتقل أمير الاسكواش المصري إلى النادي الأهلي ليحقق معه بطولة الجمهورية لموسمين متتاليين، ويمتلك وجيه الرقم القياسي لحصد بطولة الجمهورية بـ9 ألقاب، كما حقق مع الشياطين الحمر لقب البطولة العربية. وفي نفس التوقيت قاد منتخبنا الوطني الأول للرجال للفوز بأول بطولة عالم عام 1999 قبل أن يعتزل اللعبة عام 2001. واستطاع نجم الأهلي نقل خبراته الطويلة لزملائه داخل جدران القلعة الحمراء، وهو ما ساعد المارد الأحمر في حصد 5 بطولات لفرد الرجال بواقع 4 بطولات لعمرو شبانة وبطولة لكريم عبد الجواد. ويعد أمير وجيه حالة استثنائية في الاسكواش المصري، فهو أول رياضي يمارس اللعب والتدريب في نفس الوقت بعدما حصل على استثناء من الوزير عبد الأحد جمال الدين عام 1989 نظرا لهجرة أغلب مدربي الاسكواش إلى الخارج. ويمتلك نجم الأهلي السابق رقما إعجازيا بفوزه بـ25 لقبا لبطولة العالم على الصعيد التدريبي، سواء للرجال أو السيدات أو الناشئين أو الفرق والفردي. وخاض أمير وجيه تحديات كبيرة خارج حدود الوطن، كانت بدايتها عام 2002 حينما أشرف على تدريب المنتخب الكويتي ولمدة 4 سنوات، وحقق بهم طفرة هائلة بتحقيقهم للمركز الرابع عالميا تحت 19 سنة قبل أن يشد الرحال لبلاد العم سام مع نهاية عام 2012، ولمدة 6 أعوام كاملة نجح فيهم في نشر اللعبة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واستطاع بناء ناد عملاق هناك. والطريف أن هذا الصرح كان شاهدا على تتويج منتخبنا الوطني ببطولة العالم لفرق الرجال تحت القيادة الفنية لأمير وجيه. وأخيرا اختارته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ليكون مستشارا فنيا للمشروع القومي لموهوبي الاسكواش.